يا هلا، جهزت لك 3 عروض وظيفية، كل واحد منهم أفضل من الثاني. بس ادفع 2000 ريال ومبروك عليك الوظيفة. لحظة، العروض هذه مو علينا لأنها وهمية. لاحظوا معي، ما في شيء حقيقي، يحاولون يخدعونا ويحتالون علينا. لازم نحرص ما نوكل شخص مثل هذا بأمورنا المالية اللي تحتاج ثقة. دقق في التفاصيل ونكون حذرين. ولا نساعد مجهولين على تحويلات مالية ما ندري وش وراها، أو نتجاوب ونعطي معلوماتنا البنكية لأحد يحاول يقنعنا بتحويلات مالية بمقابل مادي مغري. أي أحد يحاول يحتال علينا نقول له مو علينا.